السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غادي يخدموا المرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ها عندنا الدرس 20 تنظيم وعرض البيانات. غادي نبداو هذا الدرس مع لنبحث جميعا. شنو قالوا لنا فيه؟ جمع أستاذان بيانات حول إنتاج إحدى الضيعات الفلاحية بسهل الغرب بين سنتين 2013 و2018، وطلب منا إتمام ملء جدول البيانات أسفله. وهاد الأسئلة اللي عندنا هنا نخدمو هذا عاد نكملو. هنا إنتاج القمح حسب السنوات بالقنطار. هذه هي البيانات اللي جمعوا الأساتذة من 2013 إلى 2018. هاد الدرس كيهضر على تنظيم وعرض البيانات. كيكونوا عندنا بيانات وكننظموها في جدول أو في مبيان. مهم كننظموها، ما كتبقاش مكتوبة عشوائية أو بطريقة عادية، كننظموها في جدول. شنو قالوا لنا هنا؟ إتمام ملء جدول البيانات أسفله. شنو فيه؟ السنة والإنتاج بالقنطار. هاد البيانات هنا عندنا هنا السنوات، وعندنا كل سنة شحال تم إنتاج من قنطار. عندنا هنا نكتبوا السنوات، وهنا الإنتاج بالقنطار. كاين هنا واحد المشكل بسيط من الاخطاء اللي كيوقع في الكتب، وهو عندنا هنا 6 سنوات من 2013 ل 2018، وهنا عندنا غير 5 خانات. ماشي مشكل، حنا غادي نضيفو نكتبوها هنا وعادي نكملو. عندنا 2013 2014 عندنا 2015 وعندنا 2016. كنجيب حتى حاجه من راسي، كلشي كنقلو غير من هاد البيانات اللي عندنا. وعندنا 2017، كتبوا هنا 2018. شحال انتاج بالقنطار في 2013؟ كنمشيو عند 2013 وكنشوفوا شحال كان من قنطار، شحال تنتج من قنطار في هاد السنه. 300 قنطار، كنجيو نكتبوا هنا 300. هنا عاطين هنا بالقنطار كنكتبو غير 300. هنا 150 في 2014، كنكتبو في 2014 150 قنطار. 2015 عندنا 200 قنطار. عندنا في 2016 100 قنطار، كنجيو كنكتبو هنا 100. في 2017 كنكتبو 250، كنكتبو هنا 250. 2018 كنكتبو 300، كتبو هنا 300 في 2018. اذا هكا غادي نكونو ملأنا الجدول بالبيانات اللي جمعوا الاساتذه. شنو قالوا لنا في باء؟ قالوا لنا تمثيل البيانات بعصي على المبيان امامه. هنا عطينا واحد المبيان في هذا السهم. هنا الفوق عطينا انتاج القمح بالقنطار، وهنا عطينا سنوات الانتاج. هاد السنوات هي نفسها اللي هنا، وهاد انتاج القمح بالقنطار هي اللي هنا. كنجيبو كذلك هادشي هنا كنمثلوه في المبيان هو نفسه. شنو غادي نديرو؟ عندنا في 2013 كم تم كم كان انتاج القمح بالقنطار في 2013؟ نمشيو 2013 نلقاو 300. دايرين هنا 300، غادي نجيو نديرو واحد 2014. شحال؟ 150 قنطار. عندنا 2014 بقاو طالعين حتى وصلوا 150. وصلنا لها، غادي نجيو نديرو العلامة ونرسمو حنا هاد الخط. 2015 عندنا 200 قنطار. هنا 200 2015، وغادي نجيو نديرو ألفين وستة عشر. غادي نمشيو عند 2016 ونشوفو شحال من قنطار. 100 قنطار، كنجيو عند 2016 وكنشوفو 100 قنطار فين جات. كيتلاقاو 2016 مع 100، وكنديرو كنرسمو حتى حنا هاد الخط. 2017 عندنا 250 قنطار. هيا 2017 هيا 250 قنطار هما علموها لينا. حنا غادي نجيو
2018 عندنا 300 قنطار، 300 قنطار في 2018، وغادي نرسمو هاد الخط حتى نوصلو لعند 300. هكا غادي نكونو متلنا هاد البيانات اللي عندنا هنا في الميبيان، متلناهم في ألف في الجدول وفي باء في الميبيان. هادشي اللي طلبو لنا. قالك هنا تحديد السنة التي تم فيها تسجيل أعلى إنتاج. عفوا في جيم كنت كنشرح ويسحب لي راه الكاميرا كتصور، نعاود هادشي واخا مكتوب هنا ماشي مشكل. قالك هنا تحديد السنة التي تم فيها تسجيل أعلى إنتاج. شنو كنديرو؟ كنمشيو للميبيان وكنشوفو أعلى إنتاج عندنا هو 300، وكنمشيو نشوفو السنة أو السنوات اللي وصلوا لهاد 300 راه هما أعلى إنتاج. كنمشيو نشوفو دوك السنوات شنو هما. عندنا 300 وصلت لها في 2013، هي كتبنا هنا عاوتاني هنا وصلت لها واحد السنة شنا هي 2018، وكنكتبو هنا. كنمرو لأقل إنتاج، شنو عندنا أقل إنتاج؟ 50 موصل ليه تحت، 100 وصل لها واحد السنة شنا هي، كنهبطو عندك كنلقاو 2016، كنكتبو هنا 2016. قالك هنا في رأيك ما هي الظروف التي ساعدت على الحصول على أعلى محصول؟ من بين الظروف اللي كتساعد على الحصول على أعلى محصول بطبيعة الحال هي تساقط الأمطار. اكتبو هنا تساقط الأمطار، تساقطات الأمطار. بطبيعة الحال خاصها تكون هاد الأمطار تساقطت في الوقت ديالها وبمعدل ماشي كتر وماشي قل، يعني غادي تكون بزاف الظروف اللي كتساعد على حصول على أعلى محصول. كملنا التمرين، عفوا كملنا لينا بحد جميعا، مروا للتمرين واحد. شنو قالوا لنا في تمرين واحد؟ قالوا لنا الجدول يبين الرياضات التي تقدمها ثلاث أندية بمدينة القنيطرة، أقرأ هذه البيانات الواردة في الجدول وأجيب. قرأوا الجدول ونجيبوا ونجاوبوا على الأسئلة اللي كاينة هنا. شنو عندنا؟ النادي أ كيقدم لينا الكاراتي والجيدو والجيمباز، والنادي بي فيه اليوغا، والنادي سي عنده الكاراتي والجيدو اليوغا الجيمباز رفع الأثقال. دابا قال لك أحدد النادي الذي يقترح أكبر عدد من الرياضات. إلا لاحظنا أن النادي سي اللي عاد قريت دابا عنده جميع هاد الرياضات اللي في الجدول، هو الوحيد اللي عنده جميع الرياضات. إذا غادي نقولو نادي سي، نكتبو هنا نادي سي. قالك هنا أقل عدد من الرياضات، أحدد النادي الذي يقترح أقل عدد من الرياضات. إلا لاحظنا في الجدول غادي نلقاو النادي بي فيه غير اليوغا، إذا هو اللي عنده عدد أقل من الرياضات. نكتبو هنا نادي بي أكثر من ثلاث رياضات. عندنا النادي أ فيه ثلاثة ماشي أكثر، النادي بي فيه غير وحدة، النادي سي هو اللي فيه خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا النادي سي كذلك هو اللي فيه أكثر من ثلاث رياضات، نادي سي. نقدرو نكتبو هنا غير سي بي سي، ولا نكتبو النادي اللي بغينا. قالك أحدد النادي الذي يقترح جميع الرياضات. عندنا هنا كذلك النادي سي هو اللي فيه جميع الرياضات، نادي سي. أكثرية الأسئلة كانت على نادي سي، ماشي مشكل. هكا غادي نكونو كملنا تمرين واحد، والفيديو راه فيه 10 دقائق بلا ما نزيدو نطولوه، واخا ما كانوش التمارين بزاف ولكن التمرين الأول كان طويل. نتمنى تكونوا كتستافدوا من الشرح ديالي وكتفهموا الشرح ديالي كيوصلكم. واللي كيستافد يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوه الدروس الجايين إن شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء.